السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله غنحاول ندير لكم واحد التمارين حول المعادلات. تبعوا معي معادلة ديال فترة الحسابيات. تبعوا معي، دابا نبداو بالمعادلة الأولى. عطاك فاسد إكس زائد واحد عامل إيكغيك زائد اثنان تساوي اثنان إكس إيكغيك. شوفوا واش هي دي ولا لا. هي دي أكيد. أش غدير أنت؟ دابا فعلا شرب هادي غتولي إكس إيكغيك زائد اثنان إكس زائد إيكغيك زائد اثنان تساوي اثنان اكس اكغيك. متفقين؟ اش عطينا هادي؟ غتولي اكس اكغيك زائد، سمحوا لي، هادو اما غتصيفط هادي للطرف الاخر ولا هادو كاملين تصيفطهم للطرف الاخر اللي بغيتو بحال بحال. اجي نصيفطو هادو للطرف الاخر غتولي اثنان اكس اكغيك ناقص اكس اكغيك ناقص اثنان اكس ناقص اكغيك ناقص اثنان تساوي زيرو. هادشي كامل صيفطناه لهاد الطرف هذا، متفقين؟ اثنان اكس ايكغيك ناقص اكس ايكغيك هي اكس ايكغيك ناقص اثنان اكس ناقص ايكغيك ناقص اثنان تساوي زيرو. عندنا غتعمل اكس غتبقى تكافئ، غتكتبو تكافئ، غتكافئ لك اش المعادلة، المعادلة الأولى اش تكافئ لك؟ هنا غتعمل اكس، اكس عامل ايكغيك ناقص اثنان، متفقين؟ دابا كاين اللي غيقول لي هنا غنعمل بناقص، غنعمل بناقص، ولكن إلا عملتي هنا بناقص غتولي ناقص عامل، غتولي ناقص عامل إكغيك زائد اثنان، حق غتولي زائد اثنان، إلا عملتي هنا بناقص، متفقين؟ واش هادي؟ هي هادي ولا لا؟ هادي، واش هي هادي؟ واش إكغيك زائد جوج إكغيك ناقص جوج؟ لا، ألوغ في هاد الحالة ميمكنش دير بحال هاكا، ألوغ في هاد الحالة أش غدير؟ غدير ناقص إكغيك، أش غتزيد؟ غتزيد زائد اثنان ناقص اثنان، باش ملي تعمل هنا بناقص غتولي هي ناقص إكغيك ناقص اثنان، اللي هي هادي، متفقين دابا ولا لا؟ متفقين، ناقص هاد جوج هادي تساوي زيرو، متفقين؟ دابا أشنو غتولي؟ إكس عامل إكغيك ناقص جوج ناقص إكغيك ناقص جوج، عملت هنا بالناقص، ناقص ناقص جوج ناقص أربعة تساوي زيرو. هنا باش كنا نعمل إكغيك ناقص جوج، شو كيف؟ إكغيك ناقص جوج عامل إكس ناقص واحد، غتبقى في بلاصة هادي غتبقى في بلاصة واحد، ناقص أربعة تساوي زيرو، تعرف. كملوا هنا، طيب شو كيف نكمل لكم هنا؟ إيكغيك ناقص اثنان عامل إكس ناقص واحد تساوي أربعة، أربعة شحال؟ يعني أربعة، أربعة هاد الربعة لي تنطوي، هاد الربعة لي غنشرح لكم، غنشرح لكم، يعني كيف كتشوف هنا عندك الدار، غنشرح لكم في حسابيات ماشي خصها هادي تساوي زيرو، حقاش في الحسابيات تنطوي، غنشرح لكم، مثلا كانت عندنا إكس ناقص واحد عامل إكس زائد واحد كتساوي زيرو، غتقول هادي تساوي زيرو وهادي تساوي زيرو، متفقين؟ ولكن دابا عندك هنا كتساوي ربعة، وعندك إيكغيك و إكس، ماشي عندك إكس، فهمت واش غتقول؟ هاد الربعة هادي غادي تفككها، تقول شي حاجة ضربنا فيها شي حاجة عطاتنا ربعة، هي جوج، كتقول ألوغ إيكغيك ناقص جوج عامل إكس ناقص واحد تقدر تكون كتساوي جوج جوج، أو عاوتاني إيكغيك ناقص جوج عامل إكس ناقص واحد تقدر تساوي ربعة في واحد، ربعة في واحد هي ربعة، متفقين؟ من خلال هادي وهادي شغنسنجو؟ غنسنجو أن إيكغيك ناقص جوج غتقدر تساوي جوج، إكس ناقص واحد لي هي هادا تقدر تساوي هاد جوج هاد التانية، أو ندوزو لهاد، هاد السطر هادا، إيكغيك ناقص جوج غتكون كتساوي ربعة، هاهي، ولا إكس ناقص واحد أش تقدر تساوي؟ واحد، متفقين؟ أولا هادي ممكن تساوي واحد، ربعة في واحد، واش ماشي هي واحد في ربعة؟ ياك بحال بحال، ألوغ هادي تقدر تساوي واحد، إكس إكس ناقص واحد تقدر تساوي أربعة. هاي هاكا ديرو، متفقين؟ نجيبو منا إكس، وهنا كاين اللي غيقول لي إذا ما قلبنا هادي،
اصلا جوج جوج هاي جوج جوج شافتك دابا مثلا البلاص جوج جوج ثلاثة بجوج شافتك اش كتشدي هادي غتكون كتساوي ثلاثة وهادي جوج او لا هادي جوج وهادي ثلاثة شافقين ولا لا المهم حنا غنشوفوها في التمر لازم يكون التمر خير باش تشوفوه دابا نكملو دابا هادي اللي كنا بادين فيها نكملو جيبو منا إيكغي اش غتكون كتساوي تمشي تصيفط الطرف الاخر هي ربعة إكس شحال جوج زايد واحد هي ثلاثة أو إيكغيك شحال كتساوي ربعة زائد جوج ربعة زائد جوج ستة إكس كتساوي جوج واحد زايد واحد أو لا إيكغيك كتساوي واحد زايد جوج ثلاثة إكس كتساوي ربعة زايد واحد خمسة إذا إس مجموعة الحلول هي الأزواج ثلاثة ربعة جوج ستة خمسة ثلاثة هاي تشافقي دابا فين تشافقي دابا غندوز لحالة أخرى غندوز لمثال آخر مسح الصبور باش ندوز لمثال آخر عقلو عقلو لي الطريقة هادي عطاك فهاد السيدي عطاك سيدي فهاد المثال ا و بي ونصورا نشوفو ملاش واش من ان من زيد ا و بي كينتميو ل ان ولا قالك حل في ان او كاري المعادلة ا او كاري ناقص بي او كاري كتساوي 32 سمحوا لي نشوف واش كتساوي 32 ولا لا شوف تمن واش كتساوي 32 كتساوي 32 هي هادي دابا هادي شنو هي متطابقة هامة هي ا ناقص بي هادي باينة عامل ا زائد بي كتساوي 32 شافقين دابا فهادي بما ان ا بما ان ا زائد بي اكبر من ا ناقص بي نورمالمون ا زائد بي اكبر من ا ناقص بي شافقين و لي ا زائد بي و ا ناقص بي نفس الزوجية كيفاش نفس الزوجية بحال ا زائد بي كان فردي تا ا ناقص بي غيكون فردي ا زائد بي كان زوجي تا ا ناقص بي غيكون زوجي علاش عندو نفس الزوجية لأن ا ناقص بي زائد ا زائد بي كتساوي اثنان ا و اثنان ا عدد زوجي متافقين ولا لا هادشي علاش قلنا لي ا زائد بي و ا ناقص بي نفس الزوجية تابقي عندي ومنه شنو تستنتج ا آه. ناقص بي اشني 32 شي حاجة ضربتها في شي حاجة تسقط 32 كتقول 32 هي ربعة بلاتي 32 هي بلاتي ربعة في جوج هي ربعة هي ربعة في 8 32 هي 4 هي 4 4 4 هي 4 في 8 32 هي 4 في 8 اذا ا زائد بي غيكون ا ناقص بي غيكون ولا عند الصغير هو 4 اش قلنا ا زائد بي ا ناقص بي هو الصغير فيه و ا زائد بي غيكون هو 8 او كتقول باقي شي حاجه اخرى شي حاجه نضربها بشي حاجه تعطيني 32 شنو هي ديك الحاجه من غير 4 في 8 كتفكر كتفكر كتقول هي جوج في 16 هاي ا ناقص بي كتكون هي جوج و ا زائد بي كتكون هي 16 تابقي كتحل هاد النظمة كتولي عندك النظمة غير ما كتحلها باش في المجموع كتشد هادي زائد هادي عطاك جوج ا غا
غتساوي 4 زائد 8 شحال؟ كتقول 4 زائد 8 شحال؟ هي 12. 12 إذن أ كتساوي 12 مقسوم على 2 اللي هي 4. أو وقتها هنا كدير 2 أ كتساوي المجموع تاعها كتزيد من المال الأولى زائد من المال الثانية، حقاش عندك ناقص بي و بي غيتختازل. 2 زائد 16 شحال؟ هي 18. إذن أ كتساوي 18 مقسوم على 2 اللي هي 9. أخرجت 4، أخرجت 9. 12 مقسومة على 2 هي 4، بلاتي لا 12 سمحوا لي، 12 مقسومة على 2 عطاكم هي 6، هي 6 هي 6، سمحوا لي لحقاش معذبت، هي 6، 18 مقسومة على 2 هي 9، إذا هاد 6 غتعوضها في المعادلة الأولى ولا في المعادلة الثانية باش تلقى بي؟ سهلة، نعوضها في المعادلة الأولى، أش غتجي؟ نعوضها في المعادلة الأولى، غتجي 6، غدير ومنه، هاد 9 تعوضها في المعادلة الأولى، 9. ولا في تعوض في المعادلة الثانية اللي بغيتي نعوضو في المعادلة الأولى 9 ناقص بي كتساوي 2. متافقين؟ سمحوني نكمل لكم. و اش 9 ناقص بي هاد أنا عوضو هنا 6 ناقص بي كتساوي 8. لا عفاكم كتساوي 4. هاي 4 4. هاي نجيب دور النبي ونجيب دور النبي النبي شحال تولي؟ النبي شحال تطيح؟ هنا ناقص بي غتولي تساوي 2 ناقص 9 اللي هي ناقص ايه؟ اللي هي ناقص 7 ولا لا؟ متافقين؟ بي هنا ناقص بي شحال تولي تساوي؟ 4 ناقص 6 اللي هي ناقص 2. إذا بي كتساوي 7 و بي كتساوي 2. هادي او او ماشي واي او كنا في او غتلقى في او هادي او هادي او او ومنه اس اش ولات اس ولات شحال عندنا ولات هي زواج اش الزوج الاول 6 2 والزوج الثاني 9 7 هاي متافقين ولا لا؟ متافقين. دابا غندوز مثال اخر. دابا غنقول عملية اخرى بصح صبروا باش نقول عملية اخرى. عطاك فيها قالك ليكن اكس و واي من ان حيث اكس اكبر من واي عطاك هاد الشرطين قالك حدد اكس و واي علما ان تبدو معايا x او كاري ناقص y او كاري كتساوي 24. شوف واش 24 24 هادي كتقول هادي شنو هي طابقة هامة نحولها x هادي كتقول واحد اتكافئ لك x ناقص y عامل x زائد y كتساوي 24 كتقول دابا في الوسخ 24 شحال 24؟ 24 هي خصك تكون حافظ الودة 24 هي سيدي 6 فاش؟ 6 في 4 4 في 4 16 4 في 5 25 4 في 6 4 في اسمحوا لي 4 في 4 16 4 في 5 20 4 في 6 24 كتقول 4 في 6 إذا هانا حددنا الأولى اش تكون في الأولى؟ غتكون x ناقص y واش عندك؟ شنو عارف تا عارف تا بحال قوية شنو غدير؟ لدينا بحال قوية x زائد y أكبر من x ناقص y و x و ال x زائد y و x ناقص y نفس الزوجية بحال قوية و ل x زائد y
و إكس ناقص إيكغيك نفس الزوجية. إذا شتسمج إذن إكس ناقص إيكغيك كاين هو العدد الصغير واحد هو 4، إكس زائد إيكغيك كاين هو العدد الصغير هو 6. كاين اللي غيقول فيكم لا، كاين اللي غيقول فيكم بوينو دابا علاش دابا درنا أستاذ إكس ناقص إيكغيك كتساوي 6 إكس زائد إيكغيك كتساوي 4؟ علاش؟ حيتاش عاطينك إكس زائد إيكغيك راه كبر من إكس ناقص إيكغيك. متافقين دابا ولا لا؟ متافقين. دابا نكملو سانتو كنا واصلين متافقين نكملو هاد هاد دابا شحال صغير أو باقا عملية أخرى كتجيبو ستة في 24 كتجيبو دابا شي عدد آخر ضربنا في شي عدد آخر طعنا 24 غير ستة في 4. فكروا مزيان نشوفوا الجوج الجوج في 18 جوج شوفوا جوج في 12 جوج في 12 جوج في 12 جوج في 12 نشوفوها نشوفوا جوج في 12 نشوفوا جوج في 12 جوج في جوج ربع جوج في واحد جوج هي 24. إذا إكس زائد إذا إكس ناقص إيكغيك غتكون جوج إكس زائد إيكغيك غتكون 12. هادو هما لي كاينين صافي متافقين. دابا خاصك تجبد إكس غتجمع المعادلة الأولى مع المعادلة التانية غدير واحد زائد جوج هي جوج إكس كتساوي جوج زائد 12 هي 14. متافقين أو جوج إكس كتساوي 6 زائد 4 هي 10 يعني إكس كتساوي 14 على جوج اللي هي 7 أو إكس كتساوي 10 على جوج هي 5. شافقين نمسح هاد الصبور باش نكمل ليكم. دابا إكس هاديك خصنا نجيبو دابا إيكغيك غتعوض إكس تعوضها في اللولة هنا أش تولي؟ غتولي 5 ناقص إيكغيك كتساوي 4 أو 7 ناقص إيكغيك كتساوي جوج. هاي هنا غتجبد ناقص إيكغيك ناقص إيكغيك كتساوي 4 ناقص 5 أو ناقص إيكغيك كتساوي جوج ناقص 7. مادام حنا دابا صيفطنا هادي لهنا وهادي لهنا راكم عارفينها يعني ناقص إيكغيك كتساوي 4 ناقص 5 هي ناقص 1 أو ناقص إيكغيك كتساوي جوج ناقص 7 هادي ناقص 1 هي ناقص بلاتي ناقص 5. متافقين يعني إيكغيك كتساوي 1 أو إيكغيك كتساوي 5. متافقين. إذا فينا مال حلول تاع المعادلة حلول تاع المعادلة حلول تاع المعادلة هادي هاي هي إس كتحول هكا شحال لا ما لا ما إش كتكتب 5 1 فاصلة نقطة 7 5 هادي تحليل تاعها. متافقين دابا ولا لا؟ متافقين